واللي استحضر مشاهد الرحمة الإلهية، ترى مظاهر مذهلة في الحديث النبوي. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأشار إليه، إن رحمتي، إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. لما يستحضر الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل 100 رحمة، 100 رحمة لله عز وجل، أو قسم الله عز وجل رحمته إلى 100 رحمة، جعل رحمة واحدة في الأرض بها يتراحم الخلائق، حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه. كل مظاهر الإحسان والرحمة الموجودة في هذه الحياة الدنيا ترى هي جزء واحد من 100 رحمة يرحم الله عز وجل بها عباده المؤمنين يوم القيامة. يقول وأن الله عز وجل راد تلك الرحمة اللي في الدنيا إلى 99 رحمة فيرحم بها عباده وأولياءه يوم القيامة. من أجمل الأحاديث اللي مرت علي في الإبانة عن عظيم رحمة الله عز وجل حديث إن الله عز وجل يأمر 4 يخرجون من النار. تخيلوا هذا الحديث العجيب المذهل، يأمر الله عز وجل 4 يخرجون من النار، يخرجون من النار فيخاطبهم الله عز وجل، ثم يأمر الله عز وجل بهم أن يعادوا إلى النار. تخيلوا المشهد العجيب، أناس يأمر الله عز وجل في إخراجهم من النار يوم القيامة، ثم يأمر الله عز وجل بإعادتهم النار مرة أخرى. حاسبهم الله عز وجل فظهر أنهم غير مستحقي للرحمة الآن. يقول وبينما هم يقادون إلى النار التفت أحدهم وقال ما كان ظني فيك يا رب أن تعيدني إليها إذ أخرجتني منها، كنت أظن أن أنا طلعت بحمد الله عز وجل نجيت من النار، ما كنت أظن أنك تأمر بإعادة النار بعد أن أخرجتني عنها. يقول فيرحمه الله عز وجل فيدخلها الجنة. يعني ليس يعني لو حاكمه الله عز وجل وحاسبه بمقام العدل لما كان مستحقا إلا بمقتضى العدل لعمد النار، لكن رحمة الله عز وجل سبقت فرحمه. كثير الأحاديث. يقول ابن القيم بعدها قال وأحب ما إليه، وهذا ملحظ عظيم في رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه، قال وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمه ويضاعف لديهم منا ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم بنعمه وآلاءه. ترى الله عز وجل من أعظم مقامات المحبة له وأنه يحب الإحسان للخلق.